مساء الخير سيدي عبد الله، ومساء الخير لكل المستمعين الكرام. تحية ليك وتحية لجميع المستمعين، رمضان مبارك سعيد على الجميع. معكم هادي سليماني من مدينة القنيطرة. اقترح عليكم نص بعنوان ما فيها بأس. فين الفايدة إلى وقفنا في باب الزمان، إلى حشمنا نقول إحنا فيه شكون؟ يك هو غير حبل في الحياة والموت، علاش ما نبداو من سطر الاخر من الاحلام؟ علاش ما نشوفوهاش من الهيه او نديرو منها بالناقص؟ ياك الطيور الى عيات الفوق كتنزل ترتاح، علاش ما نطلعوش نرتاحو نشوفو راسنا من وسط السحاب، نطلقو جناحنا نردد في الخوا؟ ما فيها باس الى لقينا جدنا القديم كنسر، إلى لقينا شي مقنين كيقلي ليه السم ويفوح، جدي كان نبي وسط النسور. ما فيها باس إلى زدنا ليه فيه شوية وقلنا إيه هو اللي آمر بالرسالة والطيور كلها كانت عنده عبيد. ما فيها باس إلى لقينا الفوق كيحلم بالتحت. فين الفايدة إلى نفسنا بودة في السكات، إلى نفسنا غفارة في الغوات؟ ياك هو غير حبل بين الحياة والموت، علاش ما نطلعوش لرأس الجبل ونفكروا السما باللي احنا تحتها عايشين؟ ما فيها باس إلى نزلت شوية وقطعنا نجمة باش نغسلوا حلامنا. ما فيها باس إلى نزلنا وهزينا الجبل فوق كتافنا، إلى نسرنا بقى الفوق وفودن السمهمس، هذيك التفاحة لقيناها مزاحة، داك الشي علاش زرعنا في تراب روحنا دالية؟ علاش ما تنزلش الحكمة ديالك تشرب مع حفادي كاس؟ ما فيها باس فين الفايدة إلى قلنا قبيل عايش فينا، إلى قلنا هابيل مات فينا؟ ياك هو غير حبل بين الحياة والموت، علاش نحفروا قبرنا بيدينا نتقموا الموت وإحنا والشجر خوت؟ ما فيها باس إلى اديناها شوية في راسنا، ما قلناش هاد العالم طلع في الراس، إلى شطبنا باب اللغة ودخلنا من جديد؟ ما فيها باس إلى سبقتنا روحنا وتبعناها عريانين، إلى لقينا في العتبة شي شجرة جديدة وقلنا حتى هي خطنا من رضاعة، كنا فوقها شمس كنا شتا، شدينا بيدها حتى الباب الجنة، وحلامنا كانت يدها إلى تمدت الحنة. ما فيها باس إلى لقينا فيها عش جدنا القديم، وفيه كتب لينا هاد الوصية. كل شي تراب، كيف السياد كيف العبيد، كيف النسر كيف مقنين، كيف بودة كيف أرقان، كيف غفارة كيف العنب، كيف قبيل كيف المزاح، كيف هابيل كيف التفاح، كيف الحياة كيف الموت؟ والمحبة حبل إلى من نجاكم خليكم فيه مربوطين. شكرا سيدي عبد الله، أتمنى أن أكون ضيفا خفيفا على المستمعين، وعليك بشكل شخصي كنوجه لك خالص التحايا على هذا البرنامج الأنيق يا مسهرني، وكذلك كل يعني جميع البرامج التي تقدمهم مدينة اف ام، وفي الحقيقة نستمتع بها هنا في مدينة ديال القنيطرة. تحية ليك وشرم بروخ للجميع، شكرا لكم.